أيها الأحبة في الله، في زمن فاضل، زمن نفيس، في شهر رمضان، شهر رمضان الذي ضاعف الله جل وعلا فيه الثواب للصائمين والقائمين، ولكن لا بد يا جماعة أننا نعرف نوع الصيام ونوع القيام الذي ينجي صاحبه ويجعل صاحبه من الفائزين. لأن رب سبحانه وتعالى يا إخواني شرع لنا العبادة وجعلها شروط معينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان من أهم خصائصه ومن أهم شروط قبوله الإيمان والاحتساب. فتعالوا بنا نشوف روحنا، هل نحن ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ وهل علمنا رمضان الإيمان والاحتساب أم لا؟ إيمانا واحتسابا يا إخوان، إيمانا أولا، إيمانا إخلاصا لله تبارك وتعالى، إيمانا لأن الله جل وعلا افترض علينا الصوم كما افترضه على الذين من قبلنا. شوف كيف خاطبنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب تشريف شرف للإنسان أنه يكون مؤمن، أنه يكون عبد لله تبارك وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نادانا بهذا الاسم، هذا الاسم العظيم. لماذا؟ لأنه الهداية هذه راه شرف وفضل من الله تبارك وتعالى. والمؤمنين يوم القيامة ماذا يقولون؟ المؤمنون يوم القيامة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إيمانا واحتسابا لأن الله تبارك وتعالى تفضل علينا وكرمنا وحب لنا الخير. يا إخوان لازم الإنسان يعرف علاش رب سبحانه وتعالى جعل أجر الصوم بغير حساب، وجعل قيام ليلة من الليالي بألف شهر، أو ليلة القدر خير من ألف شهر. ما الذي أراده الله تبارك وتعالى بهذا؟ أراد الله تبارك وتعالى بهذا لعباده النجاة. حبل كامل يسلك، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى وأصر. يا إخوان رب سبحانه وتعالى سيحاسبنا يوم القيامة وفق تنقيط معين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكتاب هذا فيه معاملات. أرأيتم كشوف النقاط تاع أبنائنا الثانوية المتوسطة، عندهم مواد معينة، حنايا، الصلاة، الصوم، الذكر، قراءة القرآن، بر الوالدين، الصدقة، كل واحدة منها عندها معامل معين. كما الفيزياء عندها معامل، والرياضيات معامل، والعربية معامل، والإنجليزية معامل، وهلم جرا. هذه الأعمال الصالحة ما منها من عمل إلا وله معامل. شحال معامل القرآن الكريم؟ من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، هذا معامل القرآن الكريم. ما هو معامل الصيام؟ كل عمل يعمله ابن آدم فهو له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. علامة استفهام غير معروف. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر أكبر رياضيا، أكبر من 30,000 ليلة. علاش ربي سبحانه وتعالى دار هذا؟ علاش ما دارش ليلة القدر بليلة واحدة ولا خمس ليالي ولا عشر ليالي ولا مئة ليلة؟
أراد لعباده النجاة، أراد للعبد إن قام ليلة واحدة أن يكتب في كتابه أنه قام 82 سنة ولا 83 سنة تقريبا، أراد لعباده النجاة، حاسبهم على معامل وعلى طريقة لا يهلك معها على الله إلا هالك. وعلى هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات. الحسنات والسيئات، الإنسان مع الحسنة والسيئة عنده حالتين، إما أن يعملها وإما أن لا يعملها، فهي أربع حالات. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت 10 حسنات إلى 100 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه بالنسبة للحسنة. أما السيئة فإن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة والتحقت بالحسنات، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، وكتبت يا جماعة بقلم الرصاص ومن ورائها الممحات، فالتوبة تمحوها، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والأعمال الصالحة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، يمحوها الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يمحوها دعاء المسلمين، يمحوها أو تمحوها شفاعة الشافعين، يمحوها الله تبارك وتعالى تكرما منه يوم القيامة، ويقول للعبد: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن رب سبحانه وتعالى أراد لنا النجاة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني يا إخوان، يوم القيامة قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. يا جماعة، من ثقلت موازين سيئاته معناها راه داير من السيئات آلاف أضعاف ما عمل من الحسنات. مش معناها در حسنات تساوي السيئات، لأن الحسنات أصلا مضاعفة مضروبة في أضعاف كثيرة. فلما تساوت الحسنات مع السيئات، هذا من تساوت حسناته مع سيئاته، فكيف بمن رجحت سيئاته على حسناته؟ من تساوت حسناته مع سيئاته في الميزان يوم القيامة كانت سيئاته أضعاف 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 حسناته، إيماناً بأن الله عز وجل أراد لنا النجاة. ولهذا شرع لنا الصيام، شرع لنا عملاً رمزياً لا يقارن مع الثواب الذي يعطينا إياه. يعني وكأنك أنت الولد تاعك تقول له احفظ سورة الإخلاص نعطي لك مليون، الجهد الذي يبذله في حفظ سورة الإخلاص لا يساوي هذا المبلغ الكبير الذي يعطى مقابله، ولكن أنت جعلت عمله مجرد رمز لهدية كبيرة تريد أن تعطيه إياها، فليس عمله مكافئا لثواب الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرفه أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن أراد لنا النجاة، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك. علاش قال من وجد خيرا فليحمد الله؟ لأن الله عز وجل عامله بالفضل بالزيادة. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الذي أراده الله تبارك وتعالى من خلق العباد أصلا. ولهذا لما خلق الله عز وجل آدم فأمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. النتيجة: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. طلب طلب، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، عندي هذا المخطط وهذه الخطة خبيثة، أنظرني إلى يوم يبعثون والله أعلم به. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين
إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة ابن عامر وابي عمرو البصري وابن كثير إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الشيطان أولا اعترف بأنه لن يستطيع ولا سبيل له على بعض عباد الله، والله عز وجل وقف موقف المدافع عن بني آدم فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن الله عز وجل الشيطان عدو لله، والإنسان يريد الشيطان أن يصطاده، فالله عز وجل يريد للإنسان أن ينجو من هذا الشيطان الذي عصى الله عز وجل في الجنة واستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى. إيمانا بأن الله تبارك وتعالى غني عن عبادتنا، غني عن صيامنا، غني عن صلاتنا، عن قراءتنا للقرآن، عن ذكرنا، عن صدقاتنا، عن جهادنا، عن جميع أعمالنا. وفي الحديث القدسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبادي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. غني عنكم يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله تبارك وتعالى غني عن عباده، غني عن عبادتهم، إيمانا بأن إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الصوم الذي افترضه الله عز وجل علينا نحن نحتاجه، نحتاجه في آخرتنا ونحتاجه في دنيانا. نحتاجه في آخرتنا يرفعنا في الدرجات، يزيح لنا السيئات، حتى كان بعض السلف يقول تأتي السيئة يوم القيامة فتأتي بعض الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، تحاول أن تزحزحها وأن تزعزعها فلا تستطيع حتى يأتي الصوم فيميطها. إلا الصوم عنده خاصية، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل عمل يعمله ابن آدم فهو له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم عنده خاصية، عنده قوة ما يدخلش في الميزان بغير حساب. الصوم عنده خاصية أنه من أكثر العبادات التي تدل على الإيمان والاحتساب، على الإخلاص، فإن الصوم عبارة عن ترك. قد يقوم الإنسان يصلي يزين صلاته ليرى جمالها، أو يزين قراءته ليقال فلان قارئ، أو يتبجح بالعلم ليقال فلان عالم، أو يتصدق ليقال فلان جواد، أو يقاتل ليقال فلان جريء كما جاء في الحديث، ولكن لا يوجد من يصوم ليقال فلان صائم. كما أن الصوم تقريبا هي العبادة الوحيدة التي لم تصرف لغير الله، ولا يعرف أحد ممن قال للناس اتخذوني إلها من دون الله، ممكن قالهم ذبحوني أو صلوا أو اركعوا أو اسجدوا أو قدموا القرابين، ولكن لا يعرف أحد من هؤلاء قال للناس صوموا لي، امتنعوا عن الطعام والشراب عبادة لي وطاعة لي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إيمانا بأن الصيام هذا كما يثقل الموازين يوم القيامة فإنه يصلح السلوك في الدنيا. إيمانا بأن الصوم صومان، صوم ظاهري شكلي هو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا أنا أسميه الصوم الأصغر، وهناك صوم أكبر لا يقارن به الصوم الأصغر. هذا الصوم الامتناع عن المفطرات هو صوم وسيلة، أما الصوم الأكبر فهو صوم مقصود،
والوسيلة قد تسقط أحيانا ولكن المقصود لا يسقط أبدا. صوم الامتناع عن طعام والشراب يسقط عن المريض، عن الشيخ الكبير، المرأة العجوز، الحامل، المرضع، المسافر، هؤلاء كلهم يرخص لهم في الفطر، بعضهم إلى القضاء وبعضهم إلى الفدية، ولكن هل يرخص لأحد في ترك السباب والفسوق واللغو والرفث؟ لا، من صام يجب عليه أن يتجنب هذه، ومن لم يصم يجب عليه أن يتجنب هذه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو شتمك فلتقل إني صائم. كيفاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب؟ أليس الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ والامتناع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة بل الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كلوا واشربوا ثم امتنعوا عن الأكل والشرب بعد أن يتبين لكم أو إذا تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن الصوم يكون من الطعام والشراب، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب؟ الصيام الكامل تماما كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، قال إن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأبصار تعمى ولا لا تعمى يا إخوان؟ نعود نرجعوا للقرآن الكريم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى آخر الآية. إذن الله عز وجل أثبت في القرآن الكريم أن من فقد البصر يسمى أعمى، ولكن في آية أخرى نفى أن يكون فاقد البصر أعمى، وإنما الأعمى فاقد البصيرة. هذا العمل أكبر، والآخر فقد العينين هو العمل أصغر. الامتناع عن الطعام والشراب هو الصوم الأصغر، والامتناع عن اللهو والرفث هو الصوم الأكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إيمانا بأن الله تبارك وتعالى يأجرنا بغير حساب ويتفضل علينا، وأنه يأجر ذلك المريض الذي أفطر لعذر، وذلك العاجز وصاحب المرض المزمن والشيخ الكبير والمرأة العجوز، إيمانا بأن الله عز وجل يعطيهم أجر تقاعد ضمان إلهي رباني من الله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك الضمان يكون بحسب اجتهاد الإنسان في أوقات الاجتهاد. فإذا كان الإنسان في شبابه مجتهدا في الطاعات، لماذا؟ لأنه اليوم أنت تستطيع أن تصوم، وغدا ستأتي فتسأل الشيخ شهاب: أنا لا أستطيع أن أصوم، ماذا أفعل؟ كيف أخرج الفدية؟ ما مقدارها؟ واليوم أنت تستطيع أن تقوم، وغدا ستأتي تستطيع أن تقوم اليوم قائما واقفا، وغدا ستأتي بكرسي إلى المسجد، وبعد غد ستجلس في بيتك تفيض عيناك من الدمع حزنا ألا تستطيع أن تأتي المسجد فتصلي كما كنت تفعل في سالف الأيام. فإذا كان الإنسان في سالف الأيام وفي ماضيه واضبا على الطاعات، عنده تقاعد، عنده رترات، عنده ضمان من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. ومريح في داره وفاطر أجر الصائم، هو جالس في بيته لا يستطيع القيام وعنده أجر القيام في المسجد مع الإمام، إيمانا واحتسابا بأن الله تبارك وتعالى ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا الإيمان يبعث في قلب صاحبه فرحا، يفرح فرح كبير. دخل رمضان وأدركنا اليوم الأول منه والليلة الأولى منه، أظن بأن الله تبارك وتعالى إذ أشهدنا رمضان
وأحيانا رمضان ووفقنا لصيامه ووفقنا لقيامه، أراد الله أن يغفر لنا. كم من رجل كان معكم في هذا المسجد العام الماضي والأعوام الماضية قد افتقدتموه الآن، وأنتم اليوم فاقدون، وهذا الرجل وتلك المرأة مفقود، وغدا سيكون الإنسان سيكون الفاقد مفقودا. ولذلك إذا أحيى الله عز وجل عبدا موسما من هذه المواسم ووفقه فيه للطاعة والاجتهاد فهذا علامة على أن الله أراد به خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو شاء الله عز وجل لصرفه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فإذا كان الإنسان يصوم متفاقلا وكاره رمضان لما أقبل عليه، هذا يخشى أن يحبط عمله ولا يتقبل الله منه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الله عز وجل غني عن العبادة، لا بد أن يتصور الإنسان بأنه هو الذي يحتاج ربه، أما الرب فإنه غني سبحانه وتعالى عن عباده، لا يبلغون نفعه ولا يستطيعون إلحاق الضرر به سبحانه وتعالى. إيمان يجعل الإنسان فرحا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يجعل الإنسان نشيطا في طاعة الله لأنه يرى بأنه أعطي فرصة، هذه الفرصة قد تتكرر وقد لا تتكرر. احنا جالسين في هذا المجلس هذا العدد لا ندري، لعل بعضنا لا يشهد رمضان آخر، بل لعل بعضنا لا يشهد آخر رمضان. ولهذا إذا صام الإنسان ينبغي أن يصوم صوم مودع، كل يوم يصوم يقول: لعل هذا آخر يوم أصوم، وكل رمضان يصوم يقول: لعل هذا آخر رمضان أصوم، وكل ليلة يقومها يقول: لعل هذه الليلة هي آخر الليالي قياما. فإن انصرف رمضان قال: لعل آخر قيام لي في حياتي ورمضان. 1444 إيمانا، هذا إيمان. واحتسابا، ايش معنى احتسابا؟ احتساب معناتها قضية حسابات، قضية حسابات، قضية معاملة وطلب حساب وطلب أجر وطلب ثواب ممن؟ من الله تبارك وتعالى. يعني تحتسب أجرك على الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا قال الإنسان مثلا: حسبي الله، ظلمه إنسان فقال له: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أطلب حسابي وقصاصي منك عند الله تبارك وتعالى، هذا معنى الاحتساب. فاحتسابا يعني طلبا للثواب من عند الله، وإيمانا بأن هذا الثواب لا يمكن معرفة قدره، لم يخبر الله عز وجل به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، قال: إلا الصوم فإنه لي خاص. شفتوا أمر الساعة؟ لا يجليها لوقتها إلا هو. أيضا ثواب رمضان لا يعلم قدره إلا هو تبارك وتعالى. احتسابا يجعل الإنسان محاسب، كونطابل. والكونطابل يا إخوان عنده كل محاسب المداخيل والمصاريف، المداخيل والمصاريف، زيد والنقص، الأرباح والخسائر. فإذا كان الإنسان محاسبا كيسا فطنا كان شحيحا بحسناته أن تضيع. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعمل أعمالا كأمثال الجبال ولكنه يأتي عليها فيجعلها قاعا صفصفا وهباء منثورا. لماذا؟ لأنه ضيعها. وهذا مثله كمثل إنسان مثلا يروح يعمل، يخرج صباحا ويجتهد ويجمع أموال كبيرة، ولكن هو في الطريق يرتكب عدة مخالفات مرورية، هذه مخالفات نحيله 500,000، هذه مليون، هذه روتري، هذه كذا، وربما يوقع في إتلاف
لأموال الناس، هذا ضمان 9 مليون، هذا 500، هذا 2 ملايين، هذا 3 ملايين. فجميع ما جمعه ولو كان كثيرا دفعه كغرامات جراء مخالفات ارتكبها. هذا لو أنه قعد في بيته ولم يتعب نفسه لكان خيرا له. فكذلك بعض الناس قد يجمع ثوابا في نهار رمضان ولكنه سرعان ما يأتي عليه، قد يجمع ثوابا من القيام ولكنه سرعان ما يأتي عليه. لماذا؟ لأنه لم يتعلم المقصود من رمضان، وأنه رمضان هذا علمنا باش الإنسان يشد فمه، باش الإنسان يمسك عليه لسانه. لماذا؟ أن الله تبارك وتعالى قال له: إما أن تمسك لسانك وإما أن يذهب بعض ثوابك أو كل ثوابك بسبب لسانك، بسبب بصرك، بسبب سمعك، بسبب يدك، بسبب سوء تصرفاتك وسوء أخلاقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا على الله تبارك وتعالى لثواب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إيمانا واحتسابا يعلم الإنسان أن يكون عبدا لله. قال يا ربي صوم فصمت، فلما صمت قال: أمسك عليك لسانك، فأمسكت. فقال: فإن سابك أحد أو شتمك فلتقل إني صائم. فقلت: إذن أنا عبد لله يأمرني بما شاء، أنا رهن إشارته وطوع أمره تبارك وتعالى. احتسابا ليس فقط للجوع والعطش والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى، بل احتسابا للمباحات. احنا قلنا الإنسان هذا محاسب، والمحاسب في شركة معينة هو اللي يقدر يبيع السلعة، يقدر يبيع الكواغط، يقدر يبيع كل الأشياء هذه يدخلنا منها أرباح. لماذا؟ اللي عنده أفكار، عنده أفكار. فالمسلم كذلك ينبغي أن تكون عنده أفكار. دخل أرباح بالصوم، الصوم مديون للأرباح والأجر، بالقيام، بالذكر، بقراءة القرآن. ولكن كين واحد الأرباح يستطيع أن يحصلها إذا فهم إيمانا واحتسابا، إخلاصا لله تبارك وتعالى، وطلبا للثواب منه سبحانه وتعالى. فالسحور الذي يتسحره مثلا من أجل أن يتقوى على الصيام يستطيع أن يجعله عبادة إذا نوى به هذه النية، نوى اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقوي على الطاعة، ويأكل كل لقمة ما نعرفش حال من حسنة. إذا أفطر كذلك، وإذا خرج وأخذ قفته من أجل أن يشتري ويقتني بعض المواد الغذائية لأهله يستطيع أن يجعل ذلك احتسابا ويكون به مأجورا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل، في رواية: إن المسلم إذا أنفق النفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. عام صحنا والشرط وهو يحتسبها، لأن المسلم يقضي والكافر يعني يقضي شيء المواد الغذائية، ينفق المسلم ينفق على أهله، والكافر ينفق، والبر ينفق، والفاجر ينفق. الإنفاق حاجة طبيعية موجودة مع الإنسان، ولكن الفرق بين المسلم والكافر وبين البر والفاجر أن المسلم والبر يفعلان ذلك احتسابا، طلبا للثواب من الله تبارك وتعالى. وكي تروح الآن، أنا كنت في المارشي وكنت في السوق وقضيت وخرجت 700,000 ولا 800,000، احتسبها وكأنك تصدقت بها على مسكين. بل إن من كرم الله وجوده وفضله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أنه جعل هذه النفقة أفضل من النفقة على الفقير والمسكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أحبها إلى الله الذي أنفقته على أهلك. حتى المرأة تستطيع أن تحتسب، والمرأة في شهر رمضان مسكينة تتعب في المطبخ، وقد تشكر على
طهيها وطعامها، وقد تذم المسكينة على ذلك. ولكن إذا نوت هذه المرأة وهي في مطبخها إطعام الصائمين من أهل بيتها كان لها أجر وثواب أولئك الصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. أفطر الإنسان راح قام تراويح وجاي يرقد، ينوي هذا أيضا لله تبارك وتعالى، وينوي به الاستيقاظ لصلاة الفجر، وينوي به التقوي على الصوم في النهار وعلى أداء عمله ووظيفته. رب سبحانه وتعالى يكتب له ساعات النوم كساعات القيام. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما كيف كيف. ولهذا تجدون بأن الشرع ينبهنا إلى الاحتساب والإخلاص في أشياء قد لا يحتسبها الإنسان، منها هذه النفقة على الأهل، لأن جميع الناس ينفقون على أهاليهم. مثل المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هذا الاحتساب، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا احتساب، يعني طلب للثواب من الله تبارك وتعالى. الإنسان أصيب بمصيبة، مات قريب من أقاربه، سواء صبر أو تضجر، النتيجة واحدة، لن يرجع ذلك الميت إلى الحياة، لا بصبر ولا بجزع. فلماذا لا يصبر الإنسان؟ على الأقل إذا صبر أعطاه الله عز وجل تعويضا، كابيتال دي سيشغل، أعطاه الله عز وجل تعويضا على من فقد. وتعويض الله عز وجل، هذا المثال تاع منحة الوفاة مثال تقريبي فقط، وإلا فإن الله عز وجل أجره وثوابه بغير حساب. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ينبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة الإيمان والاحتساب في بعض الأفعال مثلا التي قد يفعلها الإنسان لغير الله، يعني لا يستحضر فيها النية، كمثلا اتباع الجنازة. فالإنسان قد يتبع جنازة لأن الميت صديق أو قريب، أو لأنه يستحي من أهل الميت، أو لأن جماعة خرجت في اتباع هذه الجنازة فخرج معهم. لا، لازم إيمانا واحتسابا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها كان له من الأجر قيراطان. إذن ينوي هذا الأجر، وخارج الجنازة وراح مش يصلي عليها يتفكر بلي فيها قيراط، يزيد يتبعها فيها قيراط، كل قيراط مثل جبل أحد. ولهذا صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما بلغه أن أبا هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة كان له من الأجر قيراط، من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، فإن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها كان له من الأجر قيراطان. قال: لقد سبقنا أبو هريرة بقراريط كثيرة. ما كناش نعرفوا الحديث هذا، وما سمعناش أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به، ولو أننا سمعنا لم تفتنا جنازة من الجنازات. وصار ابن عمر بعد ذلك مواظبا على اتباع الجنازة والصلاة عليها. فلأجل هذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرورة تجديد هذه النية عند بعض العبادات. وبالتالي فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هاتان الكلمتان خرجتا مخرج الشرط. فليس كل صائم يأخذ هذا الأجر، وليس كل قائم يأخذ هذا الأجر، وإنما ينال هذا الأجر العظيم من حقق الإيمان والاحتساب. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا تكليف، يا أيها الذين آمنوا عفوا تشريف، كتب عليكم الصيام تكليف كما كتب على الذين من قبلكم تخفيف لعلكم تتقون. هذا هو بيت القصيد، وهذا هو المقصود من الصيام، ويقف هذا المقصود على ثلاثة أركان.
التقوى تتحقق بثلاثة أركان، تتحقق بإصلاح النيات إيمانا واحتسابا، واجتناب المحرمات، ولكن الصوم من اللغو والرفث، وحفظ الأوقات. ليلة القدر خير من ألف شهر. فمن وفق لهذه الثلاث فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لشكره وحسن عبادته والصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحم موتانا، وتقبل منا أعمالنا، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الحليم. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بإخواننا مرات عديدة في بيت الله، مجددا شكري لشيخنا وإمامنا الشيخ نور الدين شهاب على هذه الدعوة المباركة التي شرفنا بها بين إخواننا. والله جل وعلا نسأل أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.